تحل اليوم الذكرى العاشرة لرحيل الفنانة مريم فخر الدين التي رحلت عن عالمنا في 3 من نوفمبر عام 2014 عن عمر ناهز 83 عاما. مسيرة فنية حافلة لحسناء الشاشة، قدمت خلالها أكثر من 240 فيلما ونالت حوالي 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة. إحدى فاتنات السينما المصرية والعربية أثرت المشاهدين بطلتها وأدائها الراقي، مريم فخر الدين أو الأميرة إنجي من مواليد محافظة الفيوم عام 1933 لأب مصري وأم مجرية. دخلت عالم الفن والتمثيل مصادفة بعد فوز صورة لها في مسابقة فتاة الغلاف لمجلة فرنسية، وعلى الفور تعاقد معها المصور عبد النصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام. مسيرة فنية حافلة لحسناء الشاشة قامت خلالها ببطولة أكثر من 240 فيلماً، حيث اشتهرت في فترة الخمسينيات والستينيات في أدوار الفتاة الرقيقة، وتتنوع أدوارها في السبعينيات لأدوار مختلفة كدور الأم بفيلم بئر الحرمان عام 1969. مريم فخر الدين ظلت طوال حياتها الفنية تعمل دون انقطاع لتخرج من نجاح إلى آخر، ومن أشهر أفلامها رد قلبي وحكاية حب وطائر الليل الحزين وشفاه لا تعرف الكذب والنوم في العسل عام 1996. حصلت مريم فخر الدين على جوائز كثيرة، أولها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم لا أنام، ونالت نحو 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة. بعد مسيرة حافلة من العطاء كان لابد لهذا الجسد أن يستريح، فلكل بداية نهاية، ففي 3 من نوفمبر عام 2014 رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 83 عاماً.